ايه الاخبار جماعه؟ مروان وسهر بيتحدوني انا عملوا اكبر كوبايه ايس ليمون نعناع في العالم، حطوا فيها كميه ليمون وتلج وسيرب وحاجات كتير كده رهيبه. طبعا مش انا اللي حد يتحداني، حاجه اجيب الفازه الكبيره دي حطوا سيرب النعناع. طبعا انا يا لهوي ريحته قويه جدا. ايه ده؟ بعد كده هركن دي على جنب وابتدي اعمل الحاجات التانيه. هجيب الخلاط وبعد كده هجيب الليمون. بصوا يا جماعه بس عايز اقول لكم حاجه، بصوا الليمون ده قد ايه، الليمونه دي اصلا يا لهوي، الليمونه دي يا جماعه قد التنايه الشوكيايه. طبعا هم استخدموا نوعين من الليمون، هو المفروض نقطعه بس انا مش هقطعه، انا مش فاهم ايه الفكره من ان انا اقطعه، ما هو كده كده هيتقطع في الخلاط، ولكن انا هحط الكميه كلها اللي عندي. بعد كده الليمون ده ممكن اقطع منه بقى للتزويق بيتهيالي. طبعا هم استخدموا ميه بس انا هعمل حاجه اصيع وهستخدم حاجه تانية مع الميه، انا هحط بس شويه ميه عشان يلحلحوا الخليط. جماعه هو في حاجه غريبه، هي كور الليمون عماله تتنطط جوه، انا مش عارف ما بتتفرمش ليه. دلوقتي بقى هحط عليهم حليب مكثف محلى. بعد كده بقى هزود عليهم لبن بس كده. بعد كده اجيب مصفى، وعشان تعرفوا ان انا قد التحديات يا جماعه، المصفى دي لسه ده اول استخدام ليها، بس انا لسه طالبها دلوقتي من اونلاين اصلا ما كانش عندي الحاجات اللي هي موجوده دي. بقى اصفي بقى الكلام ده كله، ابتدي اقطع الليمون. استحاله اشرب كل ده وكيس التلج ده. بعد كده ابتدي اخد من الليمون ده واحطه كده. بصوا يا جماعه شكله بقى عامل ازاي. بعد كده بقى هنجيب الخليط اللي احنا عملناه وننزل بيه على اوف. بصوا يا جماعه شكله بقى عامل ازاي. بسم الله. اوبا، حط الليمونه دي هنا كمان، ودلوقتي بقى هاخد منه شويه علشان ادوقه. ما منعش جدا اقسم بالله، حاسس ان دلوقتي بس نسيت حر الصيف. بعد كده طبعا انا مش هقدر اشرب الكميه دي كلها، ففكرت في حاجه جامده جدا، فكرت ان انا اجيب كوبايات بلاستيك احطهم في الكوبايات دي وانزل اوزعهم على الامن اصحابي اللي قاعدين حوالين البيت. طبعا انا رجعته الخلاط وحطيت له كوبايه سكر عشان مش كل الناس بتحب تشرب العصير بتاع الليمون من غير سكر. طبعا دلوقتي يا جماعه الجو حر جدا، وما نسيتش الشفاطات كمان اللي هديها لهم.